مصر. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولاعيبته. مبروك. تاني أسبوع على التوالي بنفرح. الأسبوع اللي فات نادي الزمالك كونفدرالية، النهاردة دوري الأبطال النادي الأهلي. إن شاء الله عقبال ماتش مصر وبوركينا بإذن الله ونكسب عشان الأفراح تتوالى، وبعد كده نبقى نستنى السوبر بعد كده بإذن الله. النهاردة يعني بقول مباراة طبعا كل العذر للعيبة النادي الأهلي، ولازم الجماهير تعذر النهاردة النادي الأهلي، لأن النهاردة الجون اللي جه بدري ده هو ده اللي أزم الموقف، هو ده اللي خلى النادي الأهلي الشكل ده، هو ده اللي خلى النادي الأهلي ما يلعبش كورة ويحافظ على الهدف، لأن طبعا اللعيبة عارفة إن هدف واحد بيساوي بطولة دوري الأبطال، فلما جابوا الهدف بدري هو ده اللي كتف لعيبة النادي الأهلي وخلاهم خافوا وخلاهم تراجعوا وخلاهم بيعملوا دفاع مستميت قدام ال 18، وهي طبعا كده كده إن الفرقة ضعيفة جدا فرقة الترجي، وأنا قلت الكلام ده من الماتش اللي فات وقلت إن فرص الأهلي كبيرة جدا، بس هعيب على كولر في حاجة وعلى لعيبة النادي الأهلي. بعد الجول لو النادي الأهلي ضغط خمس دقايق، لأن الجول جاي في الدقيقة 3، لو ضغط خمس دقايق كان جاب الجول التاني وجاب الجول التالت وكان بقى لعب براحته وكان ورينا كورة عظيمة، كورة ممتعة، كورة فيها كل فنون الكورة. ليه؟ لأن هو ضغط فجاب جول. تراجع ده هو السبب، أنا معرفش هو تراجع ليه، كان لازم المدرب يتكلم وكان لازم اللعيبة الخبرة اللي في الملعب تقول لا نضغط تاني عشان نجيب التاني، نضغط تاني عشان نجيب التالت. وانت في الحالة دي لعيبة الترجي في توتر، دخل فيهم جون بيبرجل كل حساباتهم، فانت لو ضغطت تاني هيبقى في اخطاء، هيبقى في فرص مش هتديهم فرصة ان هم ياخدوا نفسهم، هيبقى يقول لك ايه بس ده النادي الاهلي نازل مع الجماهير مع كده نازل يخلص فعلا، فهتبص تلاقي الأخطاء بتاعتهم بتزيد، الغلطات بتكتر، التمركز مش صح، الوقفة مش صح، التحرك مش صح. ولكن حتة التراجع بتاع النادي الأهلي بعد الهدف ده ومعرفش ليه فكان لازم يتدخل الجهاز الفني على طول، ولازم اللعيبة الخبرة تقول لا نضغط تاني عشان نجيب التاني ونريح الدنيا. على العموم طبعا دي الحاجة اللي هي الملحوظة، اللي بعد الجون المبكر ده كان لازم يعملوا كده ويستغلوا توتر فرقه الترجي. اي فرقه بيجي فيها جون بتقعد لمده 3 4 دقايق مش شايفه، مش قادره تلم نفسيها، مش قادره يعني. طبعا الكم الجمهور بتاع النادي الاهلي العظيم النهارده ده سبب من اسباب الفوز، سيبك ولا كولر ولا اللعيبه ولا، لان اللعيبه ما لعبتش النهارده ب3 جنيه، ولكن الجماهير والتشجيع ومساندة اللعيبة طول التسعين دي هو اللي مخلي اللعيبة تحتفظ بالحتة اللي هي التمركز، الوقفة صح، التحرك صح، الدفاع صح، التغطية صح، اليقظة. احنا ما شفناش حاجة على مصطفى شوبير النهاردة، ما شفناش حاجة خالص غير كرة اتعملت فات وخد واتعملت من جنب القائم، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي راحت. انما غير كده فرقه سلبيه وفرقه ضعيفه طبعا. وطبعا النادي الاهلي انا قلت لو هو ضغط بعد الجون مش هنقول ان النهارده النادي الاهلي ما لعبش، كنا نقول لا النادي الاهلي لعب، لان 2-0 غير 1-0، 3-0 غير 2-0 وغير 1-0، فهنعذر بس عشان ايه ان 1-0 يجيب لك البطوله، هنعذر ان هم حافظوا. ولكن لو فرق الكرة تانية اعتقد ان المباراة ما كانتش هتعدي بخير يعني، ولكن نحمد ربنا ان فرقة الترجي النهاردة وحشة جدا، الماتش اللي فات وحشة، هي اصلا كده كده وحشة، وانا قلت الكلام ده. طالما النادي الاهلي وصل للنهائي وصن داونز ما وصلش، مبروك البطولة للنادي الاهلي، هو اللي كان هيعكنن شوية صن داونز، لان فرق الكورة وتلعب تحت الاجواء وتحت الضغط الجماهيري والكلام ده، وهم اصلا عندهم كام لعيب كورة مميز، فكانت هتبقى مشكلة شوية للنادي الاهلي. انما طالما الترجي وصل للنهائي انا اقول مبروك للنادي الاهلي البطولة. ده الكلام ده من امتى؟ من اول ما عرفت ان صن داونز خرج، مبروك رسمي للنادي الاهلي البطولة. اهو اللي شفناه النهاردة الاهلي ملعبش بـ3 جنيه كورة بس جاب جول.
السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن رضا عبد العال، عايزين نقول له الف مليون مبروك لكل جماهير الكوره المصريه بعد فوز النادي الاهلي على الترجي التونسي المتواضع، وهارد لك لمحمد مجدي قفشه اللي جاب كوره في العارضه ولا اروع، كان نفسنا الاهلي لكن لعيبه الاهلي رجاله والله وعملوها الرجاله، لعيبه يعتمد عليها، لعيبه يتراهن عليها. والنهارده بنقول مبروك لكل جماهير الكره المصريه بالسوبر الافريقي، سيطره الكره المصريه على الكره الافريقيه بنهائي سوبر بين الاهلي والزمالك. تحياتي احمد الخواجه.